اهلا وسهلا متابعين بودكاست بي ان، طابت اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في اولى حلقات برنامج بودكاست بي ان. يسعدني ان اكون ضيف هذه الحلقه نجم الكره السعوديه ونجم نادي الهلال السابق ومحلل قنوات بين سبورتس ياسر قحطاني. اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا مشاري، الله يحييك. وانا سعيد والله، مبسوط بتواجدي معك صراحه. انا سعيد، بس نبي صدرك وسيع اليوم. لا لا، ما في اوسع من صدري، لا تخاف. اكيد. ايه ياسر قحطاني، وينك عن الهلال؟ موجود قلبا وقالبا، عروقي زرقاء، لوني ازرق، موجود، ولكن يعني زي ما يقولون من خلف الكواليس. بعد الاعتزال وين ياسر من العمل الاداري، العمل الفني؟ لا عاد هذا موضوع ثاني. يعني شوف، انا عندي يمكن وجهه نظر او قناعه يمكن ما يتقبلها الكثير او ما يقتنع فيها الكثير، ولكن وجهه نظري. اولا صراحه شرف كبير، يعني هو شرف كبير جدا انه مجرد اني يعني اطري على بال المسؤولين في الهلال او حتى اعضاء شرف الهلال انه يطرح اسمي للمشاركه يعني في الدفه الاداريه في نادي الهلال. ولكن انا بالنسبه لي الهلال مو يعني شيء عادي، ودائما مصلحه الهلال مقدمه يعني. فهذه من اهم الاسباب اللي كانت بالنسبه لي اللي ارفضها، يعني لانه وجودي كان ممكن يكون مضر اكثر من مفيد. يعني انا من الناس اللي ما احب اني اشتغل مع ناس انا لعبت معاهم بكل اختصار. يعني انا ما اقدر امنعك من شيء انا كنت اسويه، شوف هذا السبب، ولا اقدر احاسبك عليه. طبعا سبب مقنع، طبعا سبب مقنع. يعني انا مشاري، انت يعني أسوأ شيء في الدنيا انك تكون صاحب وجهين او صاحب رايين مع نفس الشخص ونفس الاشخاص. يعني انا مشاري وياك نفس الطاوله الحين، صحيح، في نفس العمل. نعم. اسوي اشياء وتسوي اشياء ونتفق عليها، بكره اجي احاسبك على شيء انا كنت اسويه معك. هذا مو مصلحة، شكلك مو حلو. مصلحة، علشان مصلحة النادي، لأني لو كنت أنا في هذا المكان لازم أتخذ هذا القرار وأتعامل معك فيه. فأنا ما أبغى أكون أظلم النادي وفي نفس الوقت أكون في وجه زميلي صغير. إيش رأيك في البعض يقول وين الهلال عن ياسر؟ لا 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 لا، بالعكس، الهلال ما يترك أبناء صراحة، سواء وإحنا أبناء الهلال هم اللي في حاجة الهلال دائما. الهلال ترى على فكرة مو في حاجة أحد، يعني كيان ثابت، يا ربك سبحان الله مسخر لك كل شيء. البداية، شنو الفرق ما بين ياسر قحطاني نجم كرة القدم السابق وياسر محلل قنوات بين سبورتس؟ المستوى الشخصي هو اللهم أنها تجربة جديدة. أنت تعرف ككرة قدم هي أنا عشتها 20 سنة من عمري، مرحلة جديدة يعني في من خلال تحليل القنوات. وهذه من الأمور على فكرة اللي نفس الشيء اللي بعد اعتزال كرة القدم كنت رافضها، اللي هي التحليل. اتجهت قبل، كان عندي تجربة في برنامج ليتل بيج ستارز، وبعدها وقفت شوي، كنت في طور تهيئة برنامج خاص فيني كذلك من خلال نفس القناة. ولكن جاء عرض البين سبورت. البين سبورت هي رائدة في هذا المجال وراح تعطيك يعني خبرة أكبر وعلى على نسق يعني منافسات كبيرة وعالمية يعني. فصراحة كان الأمر مغري جدا. يعني شلون شفت تجربة المحلل؟ جدا رائعة هي صراحة، هي أصعب مما كنت أتوقع. من ناحية إيش؟ أن أحيانا مش مجرد قناعتك أو وجهة نظرك أو رأيك في فريق أو لاعب أو حتى جهاز فني تقدر تبنيها على طول. أنت خلال المباراة 90 دقيقة أنت ممكن تتغير آرائك، ولا القوي اللي يقدر إنه يعني يعترف بخطأ في نفس اللحظة. يعني أنت ممكن تحط وتسل سيوفك على مدرب الشوط الأول، الشوط الثاني يسكتك هذا المدرب. فإذا أنت كنت يعني رجل صادق مع نفسك قبل مع الناس يعني، فاعترف إنه المدرب هذا كان أفضل أو اللاعب هذا رد عليك رد قوي. يعني شلون تواجه الانتقادات في السوشيال ميديا؟ ما الانتقادات، شوف انا عشت معها من بدايتي يعني. والسوشيال ميديا بالذات هي ما هي بعنوان لا للايجاب ولا للسلب. يعني لا يضحك عليك احد ويقول لك انت افضل احد وتصدق، ولا يضحك عليك احد بعد ويقول لك انت اسوء احد وتصدق. هي انت تمسك العصا من النص، تعرف اللي لك وتعرف اللي عليك. وخبره كبيره في هذا المجال، اعرف اتعامل واعرف انتقي يعني الزين من الشين. النقلة العالمية للدوري السعودي شلون شايفها؟ لا هذا شيء ثاني، هذه الأحلام أصبحت حقيقة بالنسبة لنا. وإذا تسمح لي يمكن أنت مشاري تشاركني الرأي، إحنا كخليج صحيح. دائما ونساتنا واحدة
عرفت زعلنا واحد فرحتنا واحدة. كاس العالم يوم كان في قطر تحس إن لا إحنا كاس العالم عندنا عند الكويت عند الإمارات عند العرب البحرين بالضبط وخليج بالذات يعني كدائرة أصغر من الدائرة العربية طبعا العرب معانا كذلك ولكن أنا أتكلم لك كخليجيين ونفس الوقت اللي قاعد يصير في الدوري السعودي تحس كلنا أنا هنا أعيش في قطر كل يوم أشوف ردة الفعل أنت مشارد سولف في الموضوع أنت في الكويت ردة فعل من الكويت الدكتور طارق يعني أخوان العرب كابتن حاتم كابتن شيبو كابتن وائل كابتن بودريك كابتن الكباتلة يعني فتحس الموضوع ما هو مجرد شعور فخر شعور فخر لا وشعور أنه حلم أصبح حقيقة أنت تتكلم هو مو بجديد عندنا في الخليج يعني مثلا أنه استقطاب أسماء كبيرة مو جديد كم يعني خلنا نتكلم لك فرضا عن السعودية مثلا الهلال استقطب ريفالينو ريفالينو وين يعني اسم أعظم أسماء بس كمية النجوم حاليا أنا أقول لك في قطر جت دوري النجوم دوري النجوم كبار أسماء كبيرة في الإمارات نفس الشيء في الكويت كانت في استضافات بطولات سواء كانت ودية أو حتى في رمضان أسماء كبيرة وجات لكن بالكمية هذه ولاعبين لا زالوا يملكون العطاء في أعمارهم يعني الافتراضية الكروية لا زالوا في أوج عطائهم وفي عز نجوميتهم وفي وقت واحد وتوزعهم يعني على أكثر من النادي سواء كانت الأندية الكبيرة أو حتى الأندية المتوسطة أعطى زخم وأعطى يعني مستوى كبير جدا. احنا نعرف انه سمو سيد ولي العهد نظرته دائما يعني للتطور للنمو مختلفه ومتسارعه. احنا كنا لما بدا موضوع او مشروع تطور ونمو الكره السعوديه توقعنا انه خلال 5-10 سنوات لكن القفزه من اول الموسم يعني أنت تتكلم من أول جولات الموسم بدأ التنافس كيف الاهتمام العالمي أصبح الدوري السعودي حديث على مستوى عالمي نطاق عالمي القنوات الناقلة اللي صارت تحضر الجماهير اللي احنا نشوفهم بيننا في المدرجات أو حتى على مستوى المشاهير في السوشيال ميديا وتواجدهم واهتمامهم وردات فعلهم هذا كله أعطانا طابع اللي زي ما قلت لك أنه حلم أصبح حقيقة. والمعلومة اللي أنا أحب أقولها أنه سمو سيد ولي العهد هو رياضي من الدرجة الأولى رياضي ممارس على فكرة يمارس كرة القدم يعني من زمان من أيام هو ما شاء الله تبارك الله هو شاب لا زال ولكن من أيام صغرة يعني حتى من أيام الدراسة كان عنده فريق يشكل فريق كورة يشارك يسوي ينظم بطولات فيها أفضل فرق الحواري كان يجيب أفضل شو اسمه المدربين حتى تعاقدات وافضل الاطقم طبعا تعرف الاطقم اول صعب من وين تجيب انت الاطقم الاصلي وزي كذا طبعا ما راح اعلم اي فريق كان يشجع ولكن ال- 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 الشغف الرياضي موجود اساسا عند القياده وهذا انعكس على الدوري عندنا. نفس الشيء ارجع واقول لك في الخليج عندنا يعني خلينا نتكلم عن كأس الخليج اللي تسمى مسماها المعروف اللي هو بطولة الشيوخ فهو ما سميت كذا من عبث هي من اهتمام ومن شغف شيوخنا وقادتنا في الرياضة بالذات يعني. نعم تمنيت وجودك كلاعب في هذه الفترة اللي نشعر فيها بالفخر للمكانة اللي وصل لها الدوري السعودي ما بين تنافس الدوريات الأوروبية العالمية والأوروبية طبعا يعني شوف اولا لكل زمن دوله ورجال والحمد لله رب العالمين احنا اخذنا زمننا واخذنا وقتنا يعني ومبسوطين فيه الحمد لله رب العالمين وكنا محظوظين ان كان لنا بصمه او لنا تاريخ ولكن طبيعي انه يكون عندك الحماس والرغبه في انك تتواجد في مثل هذا الزمن او في هذا الوقت اللي فيه الدعم والزخم هذا الاعلامي ومشاركه النجوم العالميين ولكن اللي يهون علينا شوي ان احنا لحقنا عليها وشفناها يعني مو قاعد احد يسولف لنا عن شيء احنا ما شفناه بلا شك. اشتقت لجماهير الهلال طبعا انا دائم سواء كنت وانا العب انا اصلا كنت يعني اشتاق لهم يعني وانا معاهم وانا بعيد عنهم ولازلت الحمد لله على تواصل معاهم من خلال سواء كان سوشيال ميديا او حتى من خلال
خلنا نقول الطرقات، حسيتني فيروز في الطرقات. لا وقبلها كنت شاعر اشتكت لهم وأنا قاعد ألعب يعني. يعني أحس فيهم يعني، يعني ما مستحيل إني أقدر أقول إني يوم أو لحظة نسيتهم يعني، هم متواجدين حولي حواليني دائما يعني. شنو شكلهم الياسر القحطاني؟ يشكلون تكوين ياسر القحطاني بحد ذاته لولا الله، ثم الجمهور ما كنت أنا ما أنا عليه يعني. وجود كريستيانو رونالدو، نيمار، بنزيما وبقية النجوم والأساطير، وصف لنا وجودهم. حلم أصبح حقيقة زي ما قلت لك، وواقع ملموس الآن. والأفضل، وخليني أقول لك نقطة شهادة للأمانة يعني، كريستيانو منذ وصول كريستيانو، وهذا الرجل بغير أنه هو رياضي وأنه اهتمامه في رياضته وشغفه وطموحه، لا، الدعاية اللي قاعد يقولها عن المملكة العربية السعودية يقولها بكل قناعة، غير مدفوع له أن يروح يقول الكلام هذا، وبالعكس هو كان سبب وملهم كذلك ومقنع لعديد من النجوم في يعني قبولهم في أنهم يأتون يعني للدوري السعودي يعني. فالبداية بكريستيانو رونالدو كانت يعني هي البداية الصحيحة في الوقت، يعني الرجل المناسب في الوقت المناسب صراحة. أسعار اللاعبين تخطت 100 مليون، لو ياسر موجود اليوم كم القيمة المستحقة؟ ما تدري هذا حال كرة القدم طبعا. يعني هو تطور المادة وتطور تغير الاحتراف يعني. أنا شوف، أنا ضد اللعيبة دائما المعتزلين، أو خلنا نتكلم يمكن أنا من ضمنهم يعني، أنه يجي يقول لك واحد لا إحنا وقتنا وش كان، وقتنا كان إحنا كن، لا لا، هو كرة القدم كل ما لها كل يوم تصير أصعب من السابق. إحنا كل واحد يعتز بما قدمه، يعتز بجيله، يعتز بوقته، يعتز بتاريخه، يعرف مدى صعوبة الوقت اللي هو شارك فيه. ولكن نكون واقعيين، الكرة الآن أصعب من أي وقت مضى، وبكرة حتكون أصعب، وبعدها حتكون أصعب. وهذا ما هو استنقاص منك أنت لما تقول الحقيقة يعني. أكيد أني أنا وقت يعني اللاعب اللي بيقول إحنا وين كنا، طيب خلي يرضى أنه يكون اللي قبله يقول إحنا وين كنا. قناعة يعني، هي محاولة استنقاص من الأجيال هذه أكثر من أنها فرض أنه الجيل أفضل من جيل. ما في شيء اسمه الجيل أفضل من جيل، ما في أبدا، ما في. كل ما للكرة القدم تكون أصعب يوم عن يوم، بتغير تكتيكاتها، بتغير الرتم، بتغير طريقة اللعب، طريقة حتى الصحة والاعتماد على الصحة، هذه كلها صعبة كرة القدم، الاهتمام. وهذا طبعا مقرون بالمادة كذلك. أنت علشان تغري أي لاعب صحيح لازم تدفع له، طيب زمن الاحتراف. نعم، إذا أنت ما دفعت له في غيرك بيدفع له، غيرك بيدفع له يعني. فهذا سبب ارتفاع الأسعار. ياسر، ماذا تقول عن الحملات التي تهاجم الدوري السعودي؟ أما طبيعي، شوف يعني الشجرة المثمرة يعني ترمى بالحجر دائما، وهو له غريب. أضرب لك مثال، قطر كأس العالم، نعم، وش حصل؟ في حملات، حملات على زادتنا إصرار، زادت إصرار، زادت النجاح، وناس أكثر. أنت فرحت أكثر بالنجاح علشان الناس اللي حاول أنهم هم يسقطون عليك. إحنا نفس الوضع الآن نعيشه، كلمة يعني إذا أتتك مذمتي من نقص فهذه شهادة بأني كامل. يا سلام، فقرة توب ثري، ياسر يبي يحدد أفضلية 3 إجابات تسمعها الحين. جاهز؟ توكل. من الترشح 3 لبطل الدوري السعودي لهذا الموسم بالترتيب؟ الهلال، النصر، الاتحاد. رتب النجوم 3: كريستيانو، نيمار، بنزيما. كريستيانو، نيمار، بنزيما. كريستيانو لاعب النصر حاليا. طيب خريطة يعني، مو بعيب. أنا قلت لك لا مو بعيب. أنا بس بذكر ياسر الهلالي. إيه أنا فاهم في قصدك. جماهير الهلال. أنا فاهم قصدك. إيه؟ مو علشان كذا أنا دائما أعرف عني عن جماهير الهلال وعن جماهير الكرة السعودية. أنا شخص أقول ما أقول، وقت ما أقول، كيف ما أقول، رضي من رضي، زعل من زعل. كل واحد له وجهة نظر وله قناعة. ما بين محمد الشلهوب وسلمان الفرج ونواف التمياط، من الأفضل؟ شوف هنا فيه ممكن يكون شوي يعني بشكل عام بعيد عن أي مقارنة. لا، ما أقول لك هنا ممكن يكون فيه ظلم النواف والسلمان، لأن محمد الشلهوب
يعني صديق عمري يعني وعلاقتي فيه قبل شوي تقول صريح لا هيك إلا, إلا, إلا في ذا الشخص إلا الشخص محمد يعني شلهوب. محمد شلهوب لا يعني في كل الحالات أنا أحب محمد على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني أعشق طبعا الكابتن نواف تميط والكابتن سلمان الفرج كلهم كثير ولكن الترتيب ده بترتب محمد نواف سلمان. جماهير كنت تستمتع في وجودها الهلال طبعا لا في الملعب الهلال جماهير الاتحاد جماهير النصر جماهير الأهلي الهلال ثم الهلال ثم الهلال. ما كنت تستمتع في جماهير الخصم؟ استمتع. طيب رتب الاتحاد النصر خلاص الأهلي. انا اقول اول شيء الهلال بعدين اقول الاتحاد والنصر الأهلي يعني ما كان متساويين صراحة. من الأغرب من الأندية السعودية لتحقيق بطل دوري أبطال آسيا لهذا الموسم ما بين الهلال والنصر والاتحاد؟ حظوظهم كلها كبيرة صراحة ولكن أرجع أقول الهلال بحكم الخبرة والممارسة وحكم العنصر المحلي كذلك في الهلال أفضل ثم ثم النصر ثم الاتحاد نفس ترتيبي في الدوري. اللقب الأقرب لك القناص ولا الذيب؟ لا الذيب سامي بس أنا كنت صغير الذيب إيه والدك صغير. إيه صح يمكن صغير كان يسموني الذيب بس والله شوف أنا ماني مع الألقاب كثير صراحة بس لا القناص يقولون فنان بالبلوت والله يعني على خفيف محظوظ مشاريع لا والله بالعكس هو ولا في واحد في خاطري لو أقول لك أنا بتعرف شو أنا محظوظ في المشاريع إذا في الوسط الرياضي والله مو في الوسط الرياضي بس هو عارف نفسه عليه منو قبيلك في الوسط الرياضي في البلوت قبيلي في كل شيء يعني والمشاكل والبلاء كلها محمد دعية يعني في الورقة سمعت في الشاعر الملقب في القوس إيه سمعت فيه طبعا شو رأيك فيه وصل معنا في بين سبورت بعد الموضوع حقه أنا قلت سمعت تمام شاعر شرايك فيه شعراء المميزين يعني في الساحة مميز إيه شو اللي تميز فيه شعره يعني وش بيكون شكله يعني أكثر. هو شكله احنا لا نعرف شكله شكله قد يكون موجود احنا لا نعرف شكله احنا لا نعرف شكله كان عرفنا وش نقول عنه جميل الافضل بالنسبه لك افضل لاعب لعبت معه اسم محمد شلهوب افضل لاعب واجهته محمد نور ليش لأنه يملك كل شيء يخليه من افضل اللاعبين اللي لعبوا كره القدم يستحق لاعب عالمي تمنيت انك تلعب وياه زيدان طبعا رونالدو الظاهره زيدان ثم رونالدو الظاهره لا رونالدو الظاهره ثم زيدان لان انت قلت زيدان ثم قلت اي بس لاني حسبت انه ممتعين انا حسبت انه هو لاعب نص ولا مهاجم عرفت بس لا انا راضي اصير رونالدو الظاهره صانع لعب عادي لاعبين ممتعين وانت كذلك افضل مباراه بالنسبه لك مع الهلال والله في مباريات كثير بس اللي لها ذكريات أكثر هي الدوري 2008 اللي يسمونه شعرة ياسر كانت ضد؟ ضد الاتحاد في جدة سجلت فزنا 1-0 اللي سجلت الهدف مع المنتخب؟ أفضل مع المنتخب والله في مباريات كذلك كثيرة بس طبعا ما أنساها مباراة كأس العالم أمام تونس اللي توفقت وتسجلت فيها الهدف الأول هذا نعتبره أفضل هدف لياسر مع المنتخب كقيمة إيه بس لا في أهداف أحلى يعني أنا أحب مثل في أهداف أحلى مثل في هدف على اليابان كأس آسيا في هدف بعد على إندونيسيا في كأس آسيا فيها هدف على الصين يعني في صراحة في هدف على الكويت حبايب قلبي تستاهل بس هذه مدفونة تذكرني بها أفضل هدف مع الهلال مع الهلال شوف هذا فيها خلاف كثير يعني حتى الجماهير كثير ليش ما تذكر الهدف الفلاني ليش ما تذكر الهدف الفلاني وحتى في هدف سماه يعني زي ما أقول لك هدف اسمه شعرة ياسر في هدف اسمه الكعب على النصر وهدف البلياردو على الشباب هدف التاكسي على الأهلي هدف مسميات أنا أحب هدفي على الطائي صراحة على الطائي أحبه كان في الدوري كان في الدوري إيه وكنت أنا مصاب ونزلت الشوط الثاني وسجلتها في دقيقة يمكن 42 تعتبر نفسك يعني من ضمن المميزات والإمكانيات اللي كنت تملكها كمهاجم محظوظ؟ طبعا أنت من غير حظ أنت ما تسوي شيء أنت ممكن تكون ما تملك شيء بس محظوظ وتنجح وممكن تكون تملك كل شيء بس مو محظوظ تخسر فالحظ طبعا هو بالنسبة لي هو 3/4 بعد طبعا توفيق رب العالمين و3/4 كل شيء
إذا قلت لك حدد التوب فور في البريمير ليج لهذا الموسم، من الأول والثاني والثالث والرابع؟ السيتي طبعا ما عاد خلالنا أي خيارات صراحة، احنا كل سنة نقول الفريق الفلاني الفريق الفلاني، لكن أثبت يعني سنة ورا سنة أن مانشستر سيتي هو الأفضل. مانشستر سيتي تتكلم على الموسم هذا؟ نعم. مانشستر سيتي احنا أتكلم لك عن من الجولات اللي احنا واصلينها ولا توقع بشكل عام؟ بشكل عام طيب خلنا نقول سيتي، السيتي ثم الأرسنال، ليفربول، توتنهام السنة هذه يعني شد حيلها. أنا صراحة ودي طبعا غير الانتماء لنيوكاسل كذلك، ولكن مخيب الظن شوي نيوكاسل، بداية سيئة وأكثر من سيئة. أنا فرحان في برايتون كثير يا أخي، ما أدري هو عشان لونه أزرق أبيض عشان صار يعني مرة كويس. ديزيربي صراحة قاعد يسوي معهم شغل جبار وشغل مو طبيعي يعني. نعم. ولكن ما أدري وين يوصل، هل بيصير يعني حصان أسود السنة هذه؟ الله أعلم. تلعب الفانتسي ويقولون في اختيار لك في ثاني جولة للتريبل ومع جاكس. أول شيء شوف، أنا أول مرة ألعب الفانتسي. إيه. والسبب أنه أنا ما كان عندي صراحة، أنا يعني حتى بالذات يوم دخلت للبين سبورت كنت أخاف أنها تأثر يا أخي على قراءاتي أو قناعاتي، عرفت؟ ولكن الشباب طبعا اللي اكثر مني خبره يعني في الفانتسي انه لا وما ادري ايش، وعلى راس محمد سعدون، محمد سعدون حط لي امام امر واقع قال ما في اي عذر، بتدخل معنا بتدخل معنا. فقلت يلا توكلت على الله. ولما دخلت انا طبعا الشغف والفانتسي لما تصير يعني متمرس او متعود على الفانتسي تبدا تدخل في صراعات انك انت تبغى تصير الاول تبغى تصير ثاني. انا المشكله هذه ما عندي ابدا، يعني ما يفرق معي الترتيب قد ما يفرق معي انه يا اخي طيب صح انا هالاند حيسجل انا متاكد، بس يا اخي المتعه اكثر لو يسجل جاكسون يا اخي، وهو مش عباط الموضوع، هي قراءه يعني جاكسون. يوم انا يوم سويت تريبل جاكسون كانت المباراه ضد لوتون، ولوتون صاعد صاعد، وكان يعني وتشيلسي مباراتين اللي قبل ضغط الجماهيري عليه ودفاع لوتون يعني سهل انك انت يعني تخترقه يعني. صحيح. وجاكسون يعني احساسك عليه عليه والمدرب اللي داخلك قال بتختار بالضبط. واخترته ولعب مباراة كويسة سجل جول، بس للأسف اللي بدأ في مباراة رحيم سيرلينج. يعني التوقع كان أنه تشيلسي يفوز بنتيجة كبيرة، صح كان، بس اللاعب كان اختياري غلط. بطل الليغا ما تتوقع؟ شوف أنا ودي ريال مدريد صراحة. مدريدي؟ إيه في أسبانيا أنا أعترف أني أنا مدريدي أكثر من أي شيء ثاني، لكن مدريد انا محيرني انه مو قاعد يجيب راس حربه، وهذه المشكله اللي في المدى الطويل ممكن ياثر على مدريد. بيلينغهام مو براس حربه، يعني الناس في بعض الناس يعتقدون انه هو يعوض مكان بنزيما، لا مو صحيح. يعني فوجود لاعب رقم 9 في مدريد مطلب ملح يعني مهم. متالق بيلينغهام؟ بيلينغهام متالق، هو مستقبل، ولكن لا أحد يلعب على نفسه يقول إنه بيلينغهام رأس حربة. أي تحتاج إلى رأس حربة. طبعاً أنت تحتاج إلى 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 استنساخ هاري كين يعني، أو إنك تخلص سالفة مبابي هذا اللي ذبحنا. ما تتوقع بطل دوري أبطال أوروبا لهذا مرشحين الثلاثة؟ أرجع وأقول لك مانشستر سيتي. نعم. ريال مدريد. بس السنة هذه ممكن بايرن ميونخ راح يكون مزعج لكل الأندية السنة هذه. بما أن ذكرت ميولك مدريدي في الليغا، في الدوري الإنجليزي أنا تشلساوي معروف. بعد نيوكاسل أنت مع كل شيء أزرق؟ شفت لاحظت أنت؟ والله العظيم مهب يعني مصادفة جاء الموضوع. بس نيوكاسل طبعا أنا أميلة، أنا أعلنت أنه توقفي عن تشجيع تشلسي حتى تنحي ملاك تشيلسي. يعني السبب؟ لأنه العشوائية وال تخبطات التخبطات اللي قاعد تسويها تقهر يعني الإدارة الأمريكية صراحة، شيء يرفع الضغط صراحة.
باناني وكاسل الحين إلى أن يحلها ربك. قلت السيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ. بايرن ميونخ. طيب فقرة ثانية في 30 ثانية ننتظر إجابات ياسر. كلمة توجهها لجمهور الهلال. أحبكم واشتقت لكم، الله يعطيكم ألف عافية على كل شيء أنتم سويتوه لي، ولازلت يعني أنا منكم وإليكم. ماذا لو لعب ياسر القحطاني لنادي النصر؟ نادي كبير ونادي له تاريخه وغني بجماهيريته وغني بإنجازاته وبالمنتسبين له، وهذا حيشرف أي أحد. يعني الهلال تخطى وتوج مرتين في لقب أبطال آسيا، لكن هل تخطى ياسر ليلة سيدني تحديدا الفرصة الضائعة؟ مو بس سيدني، يعني في 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 عثرات وانكسارات كثيرة لا زالت يعني تجيني زي السحابة زي ما يقولون، ولكن في النهاية الحمد لله رب العالمين أنا راضي يعني بما قسم لي يعني وبما قدمت. وأنت يقول لك في مثل يقول لك من بغاها كلها خلاها كلها، فالحمد لله رب العالمين شيء أحسن من لا شيء. بلا شك ونعم بالله، لكن ياسر تخطى ليلة سيدني؟ تخطيتها نعم، تخطيتها. بما أسيها؟ بما أسيها، ما أنا قلت لك أنا أرميها وراي، يعني دام من الضرر بيكون عليك أنت لوحدك فأتنا مناد أنك تتناسلها أحسن، بس لو في أحد بيشاركك الضرر في هذه الليلة لا، يعني أنت لازم تشيل خواطر غيرك يعني. بس الحمد لله الهلالي أنت ناسوها بعد لقب 2019. شلت خواطرهم في هذه الليلة؟ لازم، وأنت كانت تعول عليك والآمال يعني، وآسيا صراحة كانت معي ظالمة يعني، عطتني على الإنجازات على المستوى الفردي وحرمتني الإنجازات الجماعية. يعني أنا تنازل عن هداف آسيا وتنازل عن أفضل لاعب في آسيا بس أكسب الإنجاز الجماعي، لكن الله ما كتب. اللي هو؟ اللي هو تحقيق كأس آسيا، دوري أبطال آسيا. أي يعني أقول لك أتنازل عن أفضل لاعب في آسيا وتنازل عن هداف آسيا ما عندي مشكلة، وتنازل عن هداف تاريخي أمم آسيا منتخب ما عندي أي مشكلة، بس أخذ الإنجازات الجماعية، لأن كرة القدم تهمني أنا وأحب الإنجازات الجماعية أكثر من الإنجازات الفردية، لأن في النهاية مي بكرة التنس، كرة التنس يهمك الإنجاز الفردي، بس كرة القدم لا تحب الإنجاز الجماعي أكثر. متى نزلت دمعة ياسر القحطاني كرويا؟ سيدني نزلت ومي بدمعة، دمعات نزلت. قبل نهائي 2007 في نهائيات حتى في إصابات نزلت معها، في بعض الإصابات في مباريات تافهة يعني ما كانت يعني على بطولة، بس بسبب فرضا حظ سيء أو كانت خسارة أنت كنت سبب كان مفروض أن أنت تسوي شيء ولا سويته ممكن يبكيت يعني، حتى لو كان بيني وبين نفسي يعني. رسالة توجهها لكل من يتابع ومحب للدوري السعودي. أقول أنه الآن النسخة هذه نسخة ليست مكررة، نتمنى أنها تتكرر يعني وتستمر في التكرار يعني، وأنها تكون أفضل من سنة عن سنة، ولكن لا يفوتك ما يحدث في الكرة السعودية حاليا. الكرة السعودية يعني قفزت، لا نقول يعني لا نقول سوف تقفز، قفزت فعليا الدوري السعودي قفز إلى 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 مراتب عليا من خلال الدوريات العالمية. ياسر قحطاني نجم الكرة السعودية ومحل قنواتك بين سبورتس، شكرا لك. شكرا لك يا مشاري، سعيد جدا، شكرا على هذا البودكاست الخفيف اللطيف. شكرا لك. شكرا متابعين بودكاست بي ان، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.